طبعا من الشاجرة راح نشوف ياكم خبر بلدية مدينة أبو ظبي تؤهل البحيرات الاصطناعية في حدائق النرجيل بأبو ظبي بتكلفة 260 ألف درهم. بنتعرف أكثر على التفاصيل ويانا عبر الهاتف الأستاذ علي سليمان المعمري مدير إدارة الخدمات الفنية بلدية مدينة أبو ظبي. هلا مرحب فيك. الله يرحبك على فضله يا أختي مروة وأخوي عبد العزيز. يا هلا بك، خبرنا عن سبب اختياركم حدائق النرجيل لإعادة تأهيل وتطوير البحيرات الاصطناعية أستاذ. تأتي أصلا تطوير الحدائق وهذا ضمن خطة شاملة تنفذها بلدية مدينة أبو ظبي لتطوير وتأهيل جميع الحدائق بجزيرة أبو ظبي. نعم. وبما يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة ويحقق تطلعات المجتمع في إيجاد مرافق ترفيهية تناسب جميع شرائح المجتمع. نعم. وسبب اختيارنا للحديقة هذه أو حديقة النرجيل تتمثل أنها هي من أحد حدائق كورنيش أبو ظبي المفتوحة وتقع في الجهة المقابلة لمنطقة البحر اللي دائما يصير فيها المهرجانات والاحتفالات العامة. ونحن من ناحية صيانة الحديقة هذه عملنا بصيانة النوافير القائمة فيها، تركيب أنظمة إنارة غاطسة متغيرة الألوان على أساس أنها تعطي منظومة جمالية لرضا الزوار ومرتادين كورنيش أبو ظبي. جميل، شو هي التوجيهات التطويرية في بلدية مدينة أبو ظبي لتقديم الخدمات اللي للجمهور وفيما يخص الحدائق ومناطق الألعاب؟ بالنسبة لبلدية مدينة أبو ظبي هي تعمل ضمن خطة متكاملة لتطوير جميع المناطق الألعاب في حدائق الأحياء السكنية والحدائق العامة وتطوير الحدائق. وتم مؤخرا تأهيل وافتتاح عدد 30 منطقة ألعاب داخل جزيرة أبو ظبي، منها 9 مناطق ألعاب في كورنيش أبو ظبي و21 منطقة ألعاب في حدائق الأحياء السكنية. جميل. واللي تغطي معظم المناطق تقريبا في الجزيرة مثل منطقة البطين، المشرف، والمناصير، والمرور، وعدد كبير من المناطق اللي في الجزيرة. وعندنا هناك 16 موقع تقريبا جاري إعادة تأهيلها، والهدف ان احنا نخلصها قبل نهاية عام 2019. ممتاز. وايضا الخطة هذه تضمن تطوير مناطق الألعاب من ناحية تبديل الأرضيات المطاطية، صيانة الألعاب، تركيب ألعاب جديدة، تركيب ألعاب لذوي الهمم، تركيب مظلات وتركيب كراسي وسلات مهملات. نعم. وتتضمن بعد الخطة تأهيل أعمال تجميل طبيعي للجزر الوسطية للطرق الرئيسية. نعم. والأطراف الطريق. جميل. وتحسين المناطق الترابية داخل جزيرة أبو ظبي. ممتاز. أستاذ علي، كيف تقيمون رضا الزوار ومرتادي المرافق العامة اللي تم تطويرها؟ والله هي نتيجة للتأهيل والجهود الجبارة صراحة اللي تقوم فيها بلدية مدينة أبو ظبي في الحدائق العامة. نحن لمسنا ازدياد كبير صراحة في عدد الزوار الحدائق بالذات بعد تأهيل مناطق الألعاب، بالذات خلال صراحة في فصل الشتاء. ليش؟ تعرفون الجو طيب، يتحسن صحيح، العوائل تطلع تحب أن تمشي عيالها في الأماكن العامة، بالذات يوم يشوفون أن في مناطق جديدة للألعاب آمنة، حال أن طاح الولد ما يعني الأرضيات المطاطية هاي تحميه من أنه يتعور أو شيء، مظلات موجودة تحميه من الشمس. يعني صراحة نحن شايفين أن الزوار راضين كل الرضا. وبعد فوق هذا نحن كبلدية في جهود أن نحن نعمل مسابقات للعوائل، كان تعليمية أو ترفيهية أو اجتماعية داخل مناطق الألعاب هذه والحدائق العامة، بالإضافة أن احنا نسوي بعض الاستبيانات على أساس أن نشوف رضا الجمهور عن التطوير اللي قاعد يصير في مناطق الألعاب والحدائق العامة. الحمد لله. هل هم عندهم شكاوي لبعض الأشياء؟ هل هم عندهم اقتراحات لإضافة بعض الأمور في المناطق الألعاب؟ ونحن كل الاستبيانات هذه نحللها وناخذها في عين الاعتبار في تطويرنا المستقبلي للحدائق ومناطق الألعاب. نعم، كل التوفيق لكم أستاذ علي. الله يجزاكم خير يا مرحبا. نعم. كان ويانا الأستاذ علي سليمان المعمري مدير إدارة الخدمات الفنية بلدية مدينة أبو ظبي، شكرا على المعلومات اللي زودتنا فيها. راح الاتصال، مشاهدينا فاصل سريع وردي لكم لبرنامج 7 على 7، خلكم ويانا.